السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نديكم معايا في واحد الرحله استكشافيه لمدينه مراكش، اللي هذه ثاني مره كنزورها، ولكن هذه اول مره غادي نكتشف فيها شي بلايص اللي زوينين. وخليكم معايا. اول حاجه غادي نديروها مشينا دخلنا الاوتيل. طبعا هذا الاوتيل هذا جاي شويه بعيد صراحه بالنسبه اللي بغى ساحه جامع الفنا ولا داك البلايص المعروفين، من الاحسن هذا بعيد شويه، زعما خص يكون عنده طوموبيل ولا شي حاجه، خصوصا ان الترونسبور شويه صعيب هنايا في مراكش، وهذه اول مره نكتشفها. المره اللي فاتت جينا وكنا جلسنا في واحد الاوتيل قريب شويه للساحه وكل شيء، ولكن دابا هذا كان بعيد وهذا الشيء كان تحدي كبير بالنسبه للمركوب. كيف ما شفتوا هنايا وصلنا لجامع الفنا الساحه المسجد الكتبيه، وغادي نمشيو في طريقنا للساحه. وزعما باش لقينا الترونسبور راه مصيبه كذا، جينا في الطوبيس صراحه اخر لحظه ما لقيناش اختيار، ركبنا في الطوبيس في واحد الحاله ما نعاودش لكم. المهم الاشكاليه الوحيده اللي قلت لكم هي انه ترونسبور قليل، واخا هو موجود تشوفوا الدنيا عامره طاكسيات، الدنيا عامره طوموبيلات، الدنيا عامره كلشي، ولكن في شي بلايص كاين زحام بزاف وما كاينش المركوب. هذا كان مشكل بالنسبه لنا، ولكن الحمد لله وصلنا للبلاصه اللي بغينا نشوفو، اكتشفنا المنطقه بزاف، السوق عجبني بزاف، المدينه القديمه ديال مراكش الساحه كانت زاهية وبحال شحال هادي. غادي نخليكم مع صور من الساحة ونرجعوا باش نهضروا اكثر على شنو درنا في هذه المدينة.
لا 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 لا